السلام عليكم خياتي، كيراكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وصابلي جديد بطريقه سهله وبسيطه. حلوه نهار اليوم، حلوه الشباب بزاف 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 بكريمه الشوكولا من اروع ما يكون. صدقوا نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا لي رايكم في الكومونتير. نوضي بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير اللي نحتاجو في هذه الوصفه. اول حاجه نحتاجو كما عودتكم كامل 125 غرام تاع الزبده طريه، درجه حراره الغرفه. أنا نخدم بزبدة الصول. نحتاجو 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم، نحتاجو حبة بيض تكون كاملة، ونحتاجو كذلك 3 مغارف كبار تاع كاكاو، ونحتاجو 3 مغارف كبار تاع نيشا اللي هي مازينا. بطبيعة الحال نحتاجو الطحين وكيس خميرة، نصف كيس خميرة كيميائية. ونروحو بسم الله. أول حاجة وأول مرحلة اللي غنخدمو بها هي أننا كما عودتكم دائما نخدمو الزبدة تاعنا جيدا مع السكر الناعم حتى نتحصلوا على خليط كريمي. انا غادي نخدم غير بالملعقه، نتوما تبغوا تخدموا بالباتور ولا تبغوا تخدموا بالفوي، لكم الاختيار. هنا بالنسبه للاخوات المهتمات ويبغوا يضاعفوا المقادير يضاعفوا المقادير. بالنسبه لبعض الاخوات راهم يقولوا لي حط لنا المقادير في صندوق الوصف، راني نبغي نحط لكم بصح انا عندي العمده باش نحط لكم، لخاطرش راهم يدو غير المقادير، يديروا غير كابتشر تاع الوصفه وما يتبعوش الوصفه بالتفصيل، ومن بعد يجوا عندي يقولوا الوصفه تاعنا ما نجحناش فيها. على بها ننصحكم انكم تتبعوا الفيديو من الاول للاخير هكا باش تفهموا الوصفه وباش تنجحوا فيها، باش ان شاء الله باذن الله كي تشوفوا كومونتير تقولوا لي يعطيك الصحه. خلطوا مليح الزبده مع السكر، نهضرت بزاف سمحولي، نديروا لها حبه تاع بيض هكا مجرد باش نفهمكم. خلطوها مليح حتى يندمجوا جيدا المقادير ديك الحبه تاع البيض. هنايا درت النيشا على بيضة حبه تاع بيض كامله، لكن ما تبغوش ذوق النيشا وتبغوا تستبدلوه بالزيت لكم الاختيار، ولكن ما تبغوش ديروا الزيت وما تبغوش ديروا النيشا، ديروا صفار بيضه فقط. هنا دائما نعطيكم اقتراحات اللي تساعدكم. خلطوا مليح جيدا حتى الخليط تاعنا يمتزج جيدا ونولي لكم. هنا بعد ما خلطنا الخليط تاعنا كامل نضيفوا له الكاكاو عفوا، ونضيفوا له المايزينا اللي هي النشا، ونزيدو نخلطوا. بغيت نشكر الاخوات اللي كل اخت بدات بالوقتها وتفرجت الفيديو وعلقت لي بتعليق شباب، نقولها يعطيك الصحه. خلطوا مليح حتى تخلط الخليط تاعنا مليح جيدا هذا الشكل. شوفوا الخليط تاعنا كي تخلط مليح وهذيك الزبده والسكر دخلوا مليح مع بعض، دروك لموا العجينه تاعنا بالطحين التندوري. دائما توجور نقول لكم الطحين تاعكم تكونوا ديجا مغربلينه وضايفين فيه رشه تاع ملح هكا، باش الرشه تاع الملح تاع الدور تاعها انك تجينا الحلاوه تاعنا متوازنه. انا نكمل بهذه الطريقه ونضيف لها نصف كيس خميره كيميائيه حتى نلم الخليط تاعنا تحصلوا عجينه طيه ونولي معاكم. هذه العجينه اللي تحصلنا عليها كيما تلاحظوا طريه وما تلاصقش في اليدين. دوك نحلوها عادي بالحلال ونطبعوها على شكل دائري عادي، كل وحده والاشكال كاع عندكم بشكل دائري، ونديروها طيبه درجه حراره 180 تحمر لنا شويه من تحت شويه، ومن بعد تاخذنا تحميره خفيفه فقط من الفوق كيما تعرفوا الشوكولا غير تنشف فقط. ومن بعد نتلاقوا ان شاء الله مع بعض نخدموا الكريمه تاعنا. بعد بدنا الصابي تاعنا يطيب وخلوه يبرد على جهه، نروحوا نخدموا الكريمه اللي غادي نخدموا بها. الكريمه هذه شنو نحتاجو؟ اول مرحله نحتاجو زوج مغارف كبار تاع زيت، زوج مغارف كبار تاع ماء يكون عادي، وعندنا 100 غرام تاع شوكولا بيضاء مقطعه قطع صغيره. اول مرحله شنو نديرو؟ نجيبو كاسرونه ولا طاوه ولا اي حاجه تخدمي بها، نديرو فيها زوج مغارف كبار معمرين بهذا الشكل تاع زيت بسم الله، ونديرو معاها زوج مغارف كبار تاع ماء ونحطوها فوق النار حتى يغلي لنا الخليط جيدا، عاده نحطوها فوق الشوكولا تاعنا.
هنا بعد ما غلينا الخليط تاعنا كيما تلاحظوا يكون ساخن، نحطوه فوق ديك الشوكولا بهذا الشكل، ونخلو الشوكولا تاعنا شويه، وبعد نخلطوها مليح باش تذوب لنا، ونغطو عليها ببليعه ونخلوها في الثلاجه حتى تشد روحها جيدا. ومن بعد نولو مع بعض نديرو المرحله الثانيه. درو الكريمه تاعنا بعد ما فتت عليها نص نهار ولا 24 ساعه، شوفوا تحصلنا عليها، شوف كي جمدت شدت روحها علامه. دروك شنو نحتاجو باش نكملو هذه الكريمه؟ نحتاجو فيها ملعقه كبيره تاع كريم شونتي، نحتاجو ملعقه كبيره تاع ماء يكون بارد، ونخلطوا الخليط مع بعض حتى نتحصلوا على كريمه تكون مزيان. ناخذ بهذا الشكل، انا غادي نخلطها ومن بعد نتلاقى مع خواتاتي. هذه هي الكريمه تاعنا، تحصلنا عليها بعد ما خلطناها جيدا. نجيبوا الاصابي تاعنا بعد ما ضربوا ويكونوا بردوا تماما كما طلعتوا الاصابي بهذا الشكل. هاو الحبات تاع الاصابي تاعنا، نلصقوا حبه بحبه ونديروا فيها كميه لاباس بها من الكريمه باش تجينا بنينه بزاف. اما بالنسبه للاخوات اللي سقسوني ويقولوا لي بلي اسكو هذه الكريمه طول، نقول لكم واه طول، تقعد لكم اكثر من 20 يوم حتى الشهر. كما تعرفوا الحراره شويه بارد، ما تخافيش عليها هكا عمر كامل الحبات بهذا الشكل. نزيد حبه ثانيه. انا اللي صابي تاعكم دائما لازم عليكم دائما يكونوا باردين عاد بهدلو لهم الكريمه. انا غادي نكمل بهالطريقه، نكمل كامل الحبات وندخلهم في الثلاجه يشدوا رواحهم مليح، ومن بعد نبداو نكلاصو فيهم. في هذا الوقت اللي راه يشد فيه روحهم نبداو نذوبو كميه من الشوكولاته بيضاء فوق حمام مائي عفوا بدون اي اضافات، ونولي خواتاتي. هذو كميه من الشوكولاته اللي صابي تاعنا يشدوا رواحهم مليح في الثلاجه. دوك نبداو نكلاصيو لي صابي تاعنا. هذه هنا الشوكولا بيضاء درتها بدون اي اضافات، الا كان شتي الشوكولا بيضاء تاعك شويه ثقيله ديرها فقط ملعقه تاع زيت. نكلاصيو بهذا الشكل، لازم الحبه تكون قام بلاصيها مليح، ونحطوها فوق الشباك بهذه الطريقه. نعاودكم الحبه، هاد الملعقه تساعد بزاف. كاين اخوات لي كلاصو بالفرشات اللي هو الكارفو، وكاين لي كلاصو بهذا الشكل، كاين لي كلاصو يرفدو الحبه ديريكت بهذه الطريقه. شوفوا الشكل كي جا داير. انا غادي نكمل كامل الحبات نكلاصيهم ونخليهم الكلاصاج تاعنا يجبد، بعد نولو مع بعض نوريكم التزيين الاخير. هنا بعد ما نشفت لنا الشوكولا تاعنا، نجيبو شوكولا سوداء عادي نذوبوها في حمام مائي بدون اي اضافات. كيف تلاحظوا ندير غير شويه زيت فقط باش نديرو هذه الخطوط. بسم الله، وبهذا الشكل كيف تلاحظوا نعاود لكم حبه خطوط عشوائيه بهذا الشكل. نعمل لكم حبه باش تشوفوا احسن هكا. ديروا الخطوط طلعوا ونهودوا بهذا الشكل، طريقه سهله وبسيطه. غادي نكمل كامل الحبات اللي عندي، نتلاقوا مع بعض نشوفوها في صحة التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع نهار اليوم، نتمنى انها تكون عجبتكم. هنا في الجوانب درت لها كميه من المعجون وزينتها بشويه بشويه كوكاو اللي يكون محمص ومرحي. هنا تبغوا تخلوها سام كيما خليت هذا بالاولى، كيما تبغوا تزينوها بهذه الطريقه. غادي نحاول نقسم لكم الحبه في الوصف باش تشوفوا الشكل تاعها كي جاي داير، صدقوني حلوه رائعه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. هنا الشوكولا هذه فقط الشوكولا شويه من البرد شويه جبد، وهنا الصابي تاعنا يدوب ذوبان. شوفوا الكريمه كي تجي دايره داخل، تجي شابه بزاف 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 بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتجربوا هذه الوصفه. وصفه كما وعدتكم، قلت لي دير لها وصفه اقتصاديه، وهذه الوصفه تاع نهار اليوم وصفه جد اقتصاديه. بالنسبه للاخوات اللي سقسوني على الشعار، قطعت لي ميزان، قطعت لي هذيك كما درتها لكم، قطعت لي حوالي ارطل تاع صابلي.
نتمنى ان شاء الله وصفه نهاريه وعجبتكم. راكم عليا نقول لكم صحه فطوركم، والى الملتقى الى فيديو اخر ان شاء الله.